وكاف، وطاف بالبيت منيب واعتكاف على أجل مرسل وآله وصحبه وتابعي من واله. أهلاً أضأتم حفلنا، أهلاً وسهلاً ومرحباً، لقياكم أمل لنا، كنا نردد يا ترى، نسعد بمرآكم هنا، حلم ترى حقيقة إذ ضيفنا الغالي دنا. حللتم أهلاً ونزلتم سهلاً، وتبوأتم من الجنة منزلاً، وأسأل الله أن يتقبل منا صالح الأعمال. فجعلت اهتمامها بالعلم لازمة وضرورة عيش، وجاء الإسلام فجعل العلم فوق ذلك، فكانت أول هدايات الله سبحانه وأوامره إلى خلقه في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأنتم العنوان.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم. لك على حسن الترتيل، أرأيت كيف يكاد للإسلام في وضح الصباح؟ أرأيت أقصانا وما هدم العدو وما استباح؟ أرأيت أرض الأنبياء وما تعاني من جراح؟ يا أمتي صبرا فليلك كاد يسفر عن صباح، لا بد للكابوس يوما أن ينزاح عنا أو يزاح، والليل إن تشتد ظلمته نقول الفجر لاح، والفجر إن يبزغ فلا نوم وحي على الفلاح، ولأننا أبناء فلسطين كنا وسنبقى أوفياء لدم الشهداء الذين قدموا أرواحهم الزكية هدية لفلسطين، الذين قدموا عنفوان شبابهم لأرضها وشعبها، لأنهم هم الرجال الرجال. نقف وإياكم دقيقة صمت نقرأ من خلالها الفاتحة على أرواحهم الزكية. شكرا تفضلوا بالجلوس.
والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق والمرسلين. الأخ نزيه نصر الله أبو علاء، نائب مديرة التربية والتعليم لمحافظة طول كرم المحترم. الزملاء، رئيس قسم الإشراف والمشرفين المحترمين. الأخ المقدم عماد يدك أبو يزن، مدير مركز شرطة كفر زيباد المحترم. الإخوة في مجلس التعليم المجتمعي ومجلس الآباء المحترمين. الإخوة مدراء الدوائر الرسمية والأهلية المحترمين. زملائي زميلاتي أعضاء الهيئة التدريسية في مدرسة كفر زيباد الثانوية المحترمين. الآباء والأمهات وأولياء الأمور الأفاضل. الطلبة الأعزاء، ضيوفنا الأفاضل مع حفظ الألقاب والمسميات، بدايةً أرحب بكم جميعاً أجمل ترحيب، شاكراً لكم حضوركم ومشاركتكم لنا هذه المناسبة السعيدة والعزيزة على قلوبنا جميعاً. وإنه ليوم جميل أن نلتقي هذه الوجوه الطيبة على أرض هذه المدرسة في حفل تكريم طلبة الثانوية العامة المتفوقين والناجحين، مباركين لهم ولذويهم هذا النجاح والتفوق. الحضور الكريم، نلتقي اليوم في فعالية في حفل تكريم كوكبة جديدة واعدة من طلبة هذه المدرسة الذين أكرمهم الله حين قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. فاكتملت فرحتنا وفرحة الأهل بهم، وارتفعت الهامات بنجاحهم وتفوقهم. الحضور الكريم، نتائجنا في هذا العام والحمد لله كانت مميزة ومن أفضل النسب على مستوى المحافظة والوطن. الفرع العلمي، نسبة النجاح في هذا الفرع 100% والحمد لله، وحصل في هذا الفرع 8 من الطلبة على معدل فوق 90%. وهم الطالب المجتهد عبد الملك معزوز جابر 98.2، الطالبة المجتهدة نور عبد الفتاح حسين 96.3، الطالبة المجتهدة مرام أحمد غنيم 95.8، الطالب المجتهد يوسف محمد نوفل 95.6، الطالب المجتهد عميد محمد اشتاوي 94.4، والطالب المجتهد فارس مصباح صيفي 94.4، الطالبة المجتهدة رغد زكي محمود 91.3، والطالبة المجتهدة أماني محمد حاج يوسف 91. وحصل في هذا الفرع 15 طالباً وطالب على معدل فوق 80%. الفرع الأدبي، نسبة النجاح في هذا الفرع 80%، وحصل في هذا الفرع 5 من الطلبة على معدل فوق 90، وهم الطالبة المجتهدة أسماء صالح الشيخ 94.6، الطالبة المجتهدة نور خليل ناصر 94، الطالب المجتهد وائل مصطفى شهوان 93.2، الطالبة المجتهدة ملك عصام شهوان 90.9، الطالب المجتهد يزيد نبيل شتاوي 90.3، وحصل في هذا الفرع 8 من الطلبة على معدل فوق 80%. الحفر الكريم، باسمي وباسم زملائي وزميلاتي أعضاء الهيئة التدريسية في مدرسة كفر زيباد الثانوية وباسمكم جميعاً، نبارك للناجحين والناجحات ولذويهم، متمنين لهم مستقبلاً زاهراً وحياةً جامعيةً ناجحة بإذن الله، مؤكداً للجميع أن النجاح والتفوق شيء جميل ولا شيء أجمل منه. وهنا أذكر طلبة الثانوية العامة لهذا العام أن الوقت يمر بسرعة، وما أقرب أن تجدوا أنفسكم في مثل هذا الموقف، فأعدوا واستعدوا واجتهدوا، واعلموا أن ليس مع الإرادة والعزيمة مستحيل. الحضور الكريم، لا يسعني في هذا المقام إلا أن أتقدم ببالغ الشكر والتقدير إلى الأخوة والأخوات في مديرية التربية والتعليم طول كرم جميعاً، كل في موقعه ومسماه، على ما قدموا ويقدموا من دعم للمسيرة التعليمية في المدرسة.
كل الشكر والتقدير إلى الأخ معمر شتاوي أبو عبد الله ممثل مجلس التعليم المجتمعي، وإلى جميع أعضاء المجلس وإلى مجلس الآباء على دعمهم المتواصل للمدرسة وتبرعهم بالهدايا للطلبة الناجحين والمتفوقين. كل الشكر والتقدير للأخوة في شركة المشروبات الوطنية كابي، وإلى الأخ أحمد الصيفي مدير المصنع على تبرعهم بالعصير والماء لهذا الاحتفال. كل الشكر والتقدير للأخ فراس السالم على تبرعه بواجب الضيافة عن روح والده المرحوم أبو فراس. كل الشكر والتقدير إلى الأخ نبيه طاهر علي غنايم أبو فارس على تبرعه السنوي بجائزة والده المرحوم فارس والبالغ قيمتها 650 دينار. كل الشكر والتقدير للأخت نادية خليل من قسم النشاطات في مديرية التربية على مشاركتها لنا فقرات هذا الاحتفال. كل الشكر والتقدير إلى مؤسسات القرية المختلفة وإلى جميع أهالي القرية والمنطقة على دعمهم المتواصل للمدرسة والعملية التعليمية فيها. كل الشكر والتقدير إلى الزملاء والزميلات أعضاء الهيئة التدريسية في مدرسة كفر زيباد الثانوية على عطائهم اللامحدود وانتمائهم للمدرسة. كل الشكر والتقدير إلى كل من ساهم وشارك في إنجاح هذا الاحتفال، راجياً من الله العلي القدير أن يعيد علينا المناسبة في العام القادم، وقد تحققت أماني شعبنا بإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بألف خير.
الذي أبى إلا أن يشاركنا فرحتنا، فقد منح هذه المدرسة وغيرها من مدارس المحافظة من ذوب قلبه حباً ومن فيض نفسه وفاءً وإخلاصاً مع المربي الفاضل الأستاذ أبو علاء، فليتفضل مشكوراً. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخوة والأخوات الحضور الكرام، كل بمركزه المحفوظ وقيمته الكبيرة مع حفظ الألقاب والمسميات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدركم جميعاً أسمى تقدير، وأحييكم تحية عز وافتخار، فتحيتي للحاضرين أزفها صدقاً من الأعماق في إظهارها، فمحافل التكريم جمع ترتجى منه المعالي في تمام صفائها. طوبى لمن يحيي محافل عزة تحكي كلام الفخر في أبنائها. يشرفني أن أشارك وزملائي من مديرية التربية والتعليم، الأستاذ إبراهيم بكر رئيس قسم الإشراف، الأستاذ رائد ملاك مشرف الرياضيات، الأستاذ عمر أبو صاع مشرف اللغة العربية، الأستاذ زياد عمر مشرف الأحياء، الأستاذ نائل طحامر مشرف اللغة العربية. يشرفنا أن نشارك في هذا الحفل الطيب بأهدافه وحضوره، وإننا حقاً لسعداء بلقائكم في هذه القاعة الجميلة الرائعة والتي تزداد جمالاً بحضوركم، سعداء بلقائكم في مدرسة كفر زيباد الثانوية، هذه المدرسة اللامعة في سماء التطور والتقدم، والمحبة والساعية دائماً للتفوق والنجاح والتميز والإبداع. سعداء بلقائكم في هذه المدرسة المتميزة بنشاطاتها، والمتميزة بإبداعاتها، والمتميزة بتحصيلها الأكاديمي، والمتميزة بعلاقاتها مع المجتمع المحلي بكافة مؤسساته وعناصره، والمتميزة بمديرها الأخ الفاضل الأستاذ فالح أبو جعفر الذي لا يألو جهداً في سبيل تقديم كل ما يلزم لخدمة الأجيال، والمتميزة بمعلميها ومعلماتها، والمتميزة بمجلس أولياء الأمور فيها، والمتميزة بطلابها وطالباتها، والمتميزة بكل مسؤول وولي أمر يتعامل معها. والمخلصون لهذا العلم نرفعهم، فالذكر طيب وحسن الفعل تحميد. الأخوة الكرام، الأخوات الفاضلات، نلتقي اليوم في كفر زيباد الطيبة بأهلها وساكنيها والعاملين فيها، نلتقي مهنئين غراساً طاب منبتها فأثمرت ثمراً حلواً طيباً رائعاً، نلتقي مهنئين
فرسان علم جاهدوا 12 سنة في معركة العلم، نلتقي مباركين لهم ولأولياء أمورهم ولمدير ومعلمي مدرستهم هذا النجاح وهذا التفوق، نلتقي مسجلين بالغ الشكر والتقدير لكل من ساهم في التخطيط والتنفيذ والدعم والرعاية والحضور لإخراج هذا الحفل بهذه الصورة الرائعة، وأخص بالذكر من ذكرهم أخي الأستاذ فالح أبو جعفر حتى لا أنسى أحد. نلتقي مثمنين عالياً دور المسؤولين والمجتمع المحلي لما يقدمونه من دعم ومساندة لهذه المدرسة وغيرها من المدارس. الأخوة الكرام، الأخوات الفاضلات، وقفت الأسرة التربوية في محافظة دولكرم وقفة شموخ بنتائجها المشرفة على مستوى الوطن، وحافظت على التفوق والنجاح. ذلك الوسام الذي شرفنا به الشهيد الخالد في نفوسنا ياسر عرفات أبو عمار رحمه الله. فقد حصلت محافظة دولكرم لهذا العام على 6 مراكز من الأوائل على مستوى الوطن، وهناك ما يجعلنا نقول إن التفوق لهذه المحافظة تاج زين جبين كل من انتمى إليها، فقد حصل 537 طالباً وطالبة على معدلات في فئة التسعينات، وكانت نسب النجاح لمختلف الفروع أعلى من نسب النجاح على مستوى الوطن بكثير. أما عن نتائج مدرسة كفر زيباد الثانوية التي نكرم طلابها وطالباتها اليوم، فقد كانت نسبة النجاح كما ذكر مدير المدرسة في الفرع العلمي 100%، وحصل 8 من طلابها وطالباتها في الفرع العلمي على معدلات في فئة التسعينات، وهناك معدلات مرتفعة كما ذكر أخي مدير المدرسة منها 98.2، وحصل 15 من طلابها وطالباتها في الفرع العلمي على معدلات في فئة الثمانينات. أما فرع العلوم الإنسانية فكانت نسبة النجاح فيه 80%، وهي أعلى من النسبة على مستوى الوطن بكثير، وحصل 5 من طلابها وطالباتها في فرع العلوم الإنسانية على معدلات في فئة التسعينات، وحصل 8 من الطلاب والطالبات على معدلات في فئة الثمانينات في فرع العلوم الإنسانية. والحديث هنا يطول في مدرسة متميزة ببيئتها البشرية والمادية، فأكتفي بالتعبير عن شكري واحترامي وتقديري لكل من أعطى وأجزل العطاء، ولكل من اجتهد فأصاب، وجد فوجد، وزرع فحصد. ويشرفني أن أهدي نجاحنا وتفوقنا إلى روح الشهيد ياسر عرفات، وإلى أرواح كل الشهداء الذين كان دمهم ماء ري لتراب أرضنا، ويكون الإهداء متواصلاً إلى الأخ الرئيس محمود عباس الذي يدعم كل نجاح في فلسطين ويقف مواقف مشرفة اتجاه وطنه وأبناء شعبه. أهديه هذا النجاح وهذا التفوق إلى هذا القائد الثابت على الثوابت والمتسلح بالحق
وقوة المنطق والشرعية ودعم شعبه. فاسلك طريقك شامخاً يا قائد، فالكل خلفك يبتغيك ضياءه. كما وأهدي هذا النجاح والتفوق إلى الأسرى البواسل والأسيرات الماجدات القابضين على جمر القيد متمنين لهم الحرية والإفراج، وأهديه كذلك لكل مسؤول وولي أمر، وإلى كل من سهر من أجل أبنائنا الطلبة. وبهذه المناسبة اسمحوا لي أيها الإخوة أيتها الأخوات أن أرسل رسالتين. الأولى إليكم أبنائي وبناتي نجوم هذا الحفل، اجتهدتم، اسمعوني أبنائي وبناتي خريجي الثانوية العامة، اجتهدتم فكان لكم النجاح بكل جدارة وحق. فرحتنا بكم اليوم لا حدود لوصفها ولا حصر لحجمها، فعليكم أن ترفعوا رؤوسكم عالياً، فأنتم فلسطينيون، أنتم أبناء وطن لا يعرف الانكسار والتراجع. وإن كانت الدول تفاخر بما تملك أو بما تملك من ثروات طبيعية وأرصدة وأموال، فإننا والله نحن نفتخر بكم وبأمثالكم. فتسلحوا بعلمكم وحافظوا على دينكم، حافظوا على دينكم وقيمكم، كونوا السفراء الثقات لمدرستكم وبلدكم ومحافظتكم. وأعتقد أنكم لستم بحاجة إلى تذكير بحقوق وطنكم، لأنكم جذور هذا الوطن مثلما أنتم ثماره. ويكفيكم فخراً مدح الرسول صلى الله عليه وسلم لطالب العلم بقوله: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع. داعين لكم بالتوفيق والنجاح على ضرب الأوائل والرواد. أما الرسالة الثانية إليكم طلبة الثانوية العامة للعام الحالي أينما كنتم، إن أثر النجاح والتفوق جميل، وإن وقعه في النفس حسن، وإن طعمه لدى الطالب وأهله ومعلميه ومجتمعه طيب، فعليكم بالجد والاجتهاد منذ هذه اللحظة لترفعوا رؤوسكم ورؤوس ذويكم عالياً. لا تحرموا آباءكم وأمهاتكم وذويكم ومحبيكم الذين ينتظرون لحظة إعلان نتائج الثانوية العامة ثانية بثانية، لا تحرموهم فرحة النجاح التي لا تعادلها في الحياة فرحة، ولا تحرموهم مسرة التفوق التي لا توازيها مسرة. وفي الختام يسعدني أن أسجل باسمي وباسم زملائي اعترافاً بمدى التنظيم المثالي الذي تم فيه هذا الحفل، فقد كان حفلكم جميلاً بحضوره وخيراً بكلماته ومبدعاً بالفقرة التي شاهدناها جميعاً، وإن شاء الله بالفقرات اللاحقة، ومتميزاً بعريفات الحفل آية شناعة وفيروز نوفل وضحى وائل. ولكم جميعاً أيها الحضور الكريم من مديرية التربية والتعليم كل تحية وألف تقدير واحترام وشكر، ومعاً وسوياً لبناء دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تبرع مشكورا الأخ المهندس نعمان يوسف عمر عن روح والده المرحوم يوسف عمر أبو عمر بمبلغ 200 دولار. تبرع مشكوراً الأستاذ الفاضل فاروق غنايم أبو إبراهيم بمبلغ 100 دينار. تبرع مشكوراً الأخ عاطف السالم بمبلغ 100 شيكل. تبرع مشكوراً الأخ راتب صادق بمبلغ 20 دينار. والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تقديري لكم حكم علي أن أناجيكم بأوصاف محببة إلى قلبي، فبعيداً عن التخصيص بالألقاب مع حفظها، أحييكم أيها الأفاضل أيتها الفضليات بتحية مرفوعة مطهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بطاقتي عبد الملك معزوز جابر، سنة أولى في كلية الطب جامعة النجاح، وأحد خريجي مدرسة العراقة والأناقة كفر زيباد الثانوية،
بانية الأجيال صانعة المحال. ما أسرع مرور السنوات الست في رحابك، فكأنها ست سمان لا يأكلنها ست عجاف، بل تزداد بركاتها بمرور السنين، ويعم خيرها وعطاؤها دائما. أيها الخلصاء، في خلاصة السنين وجدت الاجتهاد والمثابرة والطموح درجات لسلم المجد، ورأيت الأسرة مؤسسة مهمة، بل الأهم في مؤسسات المجتمع، تحتاج إلى تخطيط وتنظيم وتنسيق ثم رقابة. وإذ نحن بصدد دور الأسرة عموماً، فعلى المستوى الشخصي لم يبخل الوالد في بث خبراته ندية جلية، أما ذاك الملاك الطاهر فما أراه إلا يحنو ويهفو ثم يرنو. أما أنت أسرتي الكبيرة لم أنسك، فأنا لي وقد تسللت إلى سويداء القلب لتكوني ساكنة له ما دام ينبض. أيها المعلمون، أيتها المعلمات، من نافلة القول أن أضوع الوصف عليكم، فأنتم المثل الأعلى سواء في الخلق أو المدد العلمي والنشاط، وما عهدت فيكم ظناً ولا تقاعساً. مدرستي أغار من نسمة الجنوب على حيطانك وباحاتك وأشجارك، بل على محياكم مرتاديها. أنت ستبقين في القلب دائما هنيئا لمن يتظلل بظلك. تراني أستحضر الماضي لأعيش أحلامك. وعود إليكم أيها الفرسان، لم ولن ننساكم أبدا، سنبقى خدما لكم، نحن لا نجزي بل نترك الجزاء لرب الجزاء ليجزيكم عنا كل خير. أيها الأحبة الأكارم، لا ندري أنا وزملائي أنفرح لدخول مرحلة جديدة من مراحل الحياة والمستقبل، أم نحزن للبين، ولكن عهداً علينا أن نكون أوفياء أنقياء. وستكون الآية الكريمة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ديدننا وطريقنا، كما يحضرني حديث رسولنا الأعظم صلى الله عليه وسلم حيث قال: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أسأل الله العظيم أن نكون من هؤلاء. أحبتي طلاب الصف الثاني عشر، إن هذا اليوم ترونه بعيداً وهو قريب جداً، فأنتم على موعد معه، فلتعدوا العدة وتجتهدوا وتخططوا لمستقبلكم. كل التمنيات لكم بالتوفيق والنجاح. أيها الأهل الأفاضل، الله الله في أبنائكم، وفروا لهم بيئة صالحة مستقرة، إياكم والإهمال بهم، احفظوهم من قرناء السوء وطرق الشيطان، بغرس حب الصلاة في نفوسهم وتجميل الخلق القويم أمامهم. إن استقرار الأسر يعني توفير بيئة صالحة للتفوق والإبداع. مدرستي، معلمي ومعلماتي، الأهل والأحبة، كل الشكر والتقدير لكم. كليات الطب والهندسة والاقتصاد والصيدلة والآداب مدينة لكم، فأنتم من وضع الأساس، أنتم الشموع المضيئة للدروب. أنار الله قلوبكم وسدد خطاكم. الحب غير مجزوء لكم جميعاً، وإلى لقاء كريم يجمعنا،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصر الخير ومصر النور مسنا بها العدلين
يا سلام.
حياة قلبي مبروك، هالفرحة